أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى كلمة مكاء في آية الأنفال؟ وهل التصفير أو الصفير محرم؟ ما كان صلاتهم يعني المشركين عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء هو التصفيق، والتصدية هي الصفير. هذه طريقة عبادة المشركين عند الكعبة. هل هؤلاء يكونون أولياء للمسجد الحرام؟ لا، هذا ذكره الله من باب الرد عليهم. وما كانوا أولياءه، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، فهذا من باب الرد عليهم، وأنهم ليسوا أولياء للمسجد الحرام، وإنما أولياؤه المتقون الذين يصلون الصلاة الشرعية. فالصفير هو والتصفيق أيضا، وإنما يباح التصفيق للنساء عند الحاجة، أما الرجال فلا يصفقون، لأن هذا أول شيء من خصائص النساء، وثانيا أنه تشبه بالمشركين. نعم.